مشجعي مشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله جديدة وصفات بناء على طلب حضراتكم. جمعنا الوصفات اللي طلبت في حلقة عشان تبقى المخبوزات أو البسكيتات أو الكوكيز اللي حضراتكم طلبتوها، حاجات سريعة وبسيطة لو بسيطة ومش محتاجة حتى إن احنا نعملها لا بمضرب ولا بعجان. لكن خلينا نقول محببة عند أطفال كتير جدا هي الكوكيز اللي بالشوكليت شيبس، بسيطة. تعالوا نقول كده مقاديرها وبعدين نبدأ نتكلم عنها. عندي بسكويت اللي بدون سمن أو زبدة، عندي 2 بيضة، وعندي تلت أو 3/4 كوباية من السكر، كوباية، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، معلقتين كبار من البيكنج باودر، كوباية لربع من 2.5 من الدقيق. هنستخدم دقيق الكعك والبسكويت او الدقيق عندي معلقه فانيليا، وعندي رشه من الملح، وطبعا ربع كوبايه من الشوكليت شيبس او لو ما فيش شوكولاتات الصغيره شوكولاته خام، ربع كوبايه من الشوكولاته اللي بالشوكولاته الداركي. تعالوا بقى نقول بسله كبيره انا هعمله مع حضراتكم كده على بإيدينا ونشوف كده هتطلع النتيجة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الولاد بيبقى في أوقات ليهم حبايبي عايزين حاجات حلوة شوية كتير، لكن نقدر نعمل ده في البيت، وحاجات إحنا هنشتري خامات غالية أساسا، هنجيب خامات نظيفة. المهم في الوصفة دي خد درجة حرارة الجو عشان يبقى ايه مظبوط. خليني احط شوية الفانيليا، هنحط السكر بسم الله، دي بتظبط الحلاوة. ونضرب الأول كده بالمضرب اليدوي بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم ده بسم الله كده. السكر ده هنضرب بقى ايه لما يذوب شويه وتلاقوا لون البيض كده يعني بدا كده تاني. ممكن يستخدموه، بس انا عايزه اقول ان الوصفه بسيطه، يعني نستخدم مضرب كهرباء لحد ما نحس بس ان الايه بدا ايده. بصوا بقى معلقه اللبن البودره دي اختياري، مش ضروري ولون، يعني دايما لما بنحط لبن بودره في المخبوزات بتلاقوها كده بتدي لون حلو. بقى تقليبه حلوه كده، شايفين اللون افتح ازاي، وبقيت احس ان تحت. هننزل بقى بالزيت كده مع التقليب شويه شويه لما يبقى زي المستحلب اهو. بسم الله وكده انا ما ضفتش لا زبده ولا سمنه ولا حاجه، حطيت تقدروا تعملوه من غير زيت لو مش عايزين، بس انا ليه قلت بديل للزبده والسمنه عشان الناس اللي بتحب البسكوت خفيفه. هنحط الدقيق، نشيل بقى الواس كده مش هنحتاجه دلوقتي، وناخد كده ايه ممكن سباتيولا، والله مش هحتاج انا هعمل بايدي، هنحط مش كله، وهاخد كده البيكنج باودر وتعالوا بسم الله هنقلب شويه شويه. لو الدقيق حاسينه كان بقاله فترة أو الأكياس في الخزانة بتاعة المطبخ أو المنخل اللي هو بتاع السكر البودرة، شوية شوية، لأن ممكن نوع الدقيق اللي أنا يمسك معايا في حدود كوبايتين، ممكن مع حضرتك يمسك في 2.5 كوباية. أنا ناعم لكن وما بيلزقش، لكن ما يكون ناعم. شوفوا كده ظبط اهو، ما احتجتش اللي باقي النص اللي باقي. يبقى نوع الدقيق ده خد مني في البسكوت ده
بالظبط كوبايتين اهو، شايفين ازاي بايدي الريحه طبعا روعه، الفانيليا جميله شايفين ازاي. هجيب صاج مدهون ورق مسحه زيت او رشه زيت اهو، شايفين العجينه. تعالوا بقى شوكليت شيبس اهي، وكم مثل اهو، عايزين تستخدموا حاجة اهو، روعة جدا. بيتباع بره على فكرة، وبنجيبه في باكتس كده جاهزة، وبيبقى غالي. شايفين؟ هشيل بقى دول. هاخد صاج جميل من دول، وهنبدأ نشكل ونتكلم بقى. بصوا بقى معاييرها، خلينا ايه تبقى مثلا كده في بمعلقه. نتكلم بقى عن تاريخ البسكوت شويه. الرحلات كانوا بيروحوا من خلال الرحلات البحريه، كانوا دايما يعيش معاهم فتره طويله لمده شهور او سنين، لان كانوا بيسافروا كتير. اول انهم ياخدوا معاهم حيوانات وطيور، ويبقى معاهم طباخ. بس طبعا كانت بتاخد السفر والمراكب، خصوصا لما كانوا اعداد. عشان كده التجار عملوا اسفه خبز هش سموه عيش الذره. وبعد كده اليونان اخترعوا بقى اللي هي تبقى عجينه هشه وخفيفه او سميكه، بس بتقعد وتعيش بصوا كده بكور. عايزه اقول لكم البسكوت ده في الاساطير البحريه اللي بتعيش تحت ظروف صعبه، درجات حراره منخفضه. بصوا ببطني حبيبتي يا نودي، بصوا هتطلع لنا كام واحده حلوين. انا باخد بس بالمعلقه كده عشان اخلي كله تقريبا متقارب يعني من الحجم زي بعض اهو. هي بتلزق حاجه بسيطه بس طريه في ايديا، ده الاهم. دي بتتحط على درجه حرارة ماشي او 170 لو الفرن حامي عند حضراتكم، ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق. تابعوها اهي ببطني ايدي بس كده، سنه بسيطه خلاص. بصوا بقى انا بحاول اعمل ده عشان انا عارفه ان في امهات كتير بتحب تعمل الحاجات دي في البيت لوحدها. والله انا زمان فاكره ان احنا ما كناش بناخد حاجه من بره خالص، الا حاجات يعني احنا كده كله كان بيتعمل في البيت فعلا. عايزه اقول لكم مفيد لانه في شوكليت شيبس خام، شوكولاته خام، نسبه الدهون فيه قليله، مغنيسيوم وحديد ونحاس، ففي في الشوكولاته. شوكولاته من الحاجات الجميله جدا اللي سريان الدم في الجسم. بصوا بتقوي برضو الذاكره. شوكليت شيبس دي جميله. هنقلب بقى كده تقليبه يعني ايه بين ايديا كده، وما تكونش حر. مهم قوي لان في ناس ممكن تستخدم زبده في تنطر من البسكويت، وده عشان الاجواء كانت حر، استنيت عليها كتير زي ما اكيد، او في الغريبه او غيره او غيره، الجو كان حار اللي اشتغلنا فيه. هو بس
يعني تخانه علشان هم بيسالوني لو اتعمل ارفع من كده. لا هو المفروض يبقى كريسبي من بره ومن جوه، يعني في طراوه، ما يبقاش خشب، ما يبقاش ناشف، ده مهم اهو. عشان كده احنا بنديله سماكه بسيطه، لا مش يحصل على بسكوت لما يعيش معانا فتره. البسكوت ده يقعد فتره طويله على فكره، وهتلاقوه زي ما هو جميله، هتحتفظوا بيه. الكوكيز دي جميله جدا على مدار وقت طويل، يعني بيقعد والله بيقعد فتره حلوه. طب خلوا بالكم هيخلي البسكوت شويه، انا مش عايزه ازنقهم في بعض. هنعمل كده، هاخد بس عشان نعد قوي. هي العجينه مش كتير، كوبايتين دقيقه. شوف طلعوا لي كام واحده، عدوا كده معايا اللي في الصاج الاولاني يا ولاد. 11، طيب 13، وانا بعمل في ال 14. كوبايتين دقيق طلعوا لنا الكام واحده دول. شوفوا بقى انتوا باللي انا عملتهم 18 في الصاج الثاني، وادي اخر واحده. يعني انا لما بشتري العلبه لو فيها 4 5، يعني ممكن يبقى بالكتير لو انا جبت الكبيره اللي هي كده تبقى مثلا ايه، على حسب اهو كده 19. كان ممكن المكلبات يقفلوا 20 واحده، يعني على حسب احنا. ده اللي انا بوريه لحضرتك. تعالوا بقى ندخله الفرن. طب لو انا الفرن عندي عالي، الفرن عندي عالي يبقى 70. ليه؟ علشان طيب حضراتكم تبقوا ايه، في الامان، في الامان لو الفرن حام. ماشي، ونسيبه العشر دقايق اللي اتفقنا عليهم مع بعض. دلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم، نطلع استراحة، نعمل وصفة جميلة تانية حادقة بقى، نعمل حاجة حادقة للولاد بيحبوا البسكوتات. نعملها ازاي ونستفيد من الأجبان اللي باقية عندنا بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.